انتوا صنعتوا الدراما ولا الدراما خلتكم نجوم؟ نحن ما لنا نجوم لانه نحن اصلا شغلنا ورا الكاميرا. اثنين لا، الدراما هي اللي خلتنا نسمع. بجوز لو ما كنا موجودين كان دراما اكيد، يعني ما في شيء، هي عناصر متكامله. ما فيني نقول انه انا لي الفضل على الدراما، بس لا، بس انا عمليا دراما فيكم صار الى هويه في الازياء وفي الاضاءه طبعاً، وفي التصوير وفي كل شيء وفي الاخراج وبطريقه جديده بالتناول هذا النوع. ولكن انا بدي اقول لك، اذا ما في دراما ما في مسلسل سوري يمكن ما كنا موجودين نحن، او كنا بمكانات تانية. لانه باختصار شديد باعتبار الموضوع مكرر كثير، ما عندنا مؤسسات ترعى هذا الانتاج الموسيقي، لا الموسيقي ولا الغنائي حتى. بديل الموسيقى التصويرية اللي عم تعملوها عن شيء اسمه أغنية سورية، صح ولا لا؟ شو قصدك بشيء اسمه الأغنية السورية؟ يعني في أغنية سورية؟ في شيء اسمه أغنية سورية؟ هذا أنا قلت شيء فأنت وقفت عند كلمة شيء، فيبدو أنه ما في شيء اسمه أغنية سورية. كان في، أنا بظن أكيد كان في، وإلا نحن ما بنقدر ننكر تاريخ نحن سمعناه حتى بالموسيقى التصويرية لأساتذتنا الكبار، اللي بذكر على سبيل المثال الأستاذ عبد الفتاح سكر الله يرحمه. مدارس كبيرة تركت لنا إرث ما قدرنا نحن نكفيه ونطوره. بالعكس أنا بشوف اليوم بخطورة بمكان ما في شيء اسمه أغنية سورية. في تصريح لك أنه نحن وصلنا بالدراما لمكانة عالية وراقية جدا. لا تصدق الإعلام أبدا هذا التصريح أنا قايله. أوكي. تحب أعطيك تاريخه؟ لا خلاص صدق معنا. مظبوط؟ وصلنا بالدراما لمكانات عالية جدا وراقية جدا. لما بتقول انه كان يوجد هناك مسلسل قادر انه يفضي الشوارع، كان في كثير اعمال انه فعلا لما عم تنعرض تلاقي البلد خفت الزحمة وخفت العجقة، معناته قدر المسلسل السوري يدخل لكل البيوت ويتابع ويتابع من كل الفئات. لانه لا تنسى نحن عم نحكي تلفزيون، يعني هو للأطفال وللكبار من 7 إلى 77. وبالتالي إذا قدرنا نحقق معادلة أنك أنت تشد جميع المستويات الفكرية وتتابعك وبنفس الوقت عم تحكي من الأطفال مثل ما ذكرت للنخبة حتى، معناته أنت قدرت بالمسلسل أنك فعلا بشكل أو بآخر ضمن كل الظروف أنك تحقق معادلة الفن رسالة. في كثافة بإنتاجك تواكب كثافة الإنتاج الدرامي، وبتختلف عن موسيقيين كتير يعني بيكونوا مقلين بالمواسم وكذا. بيتبادر للذهن فورا انه امتى بتلحق، كيف بتلحق، شلون بيطلع معك هذا الشيء الملتصق مع الواقع بهذا الشكل؟ وما تقول لي انه نحن قاعدين بمكان بجبانة وانا دائما مع الواقع، لانه بصراحة اكيد في عندك تكنيك بالشغل مختلف. يعني في كلام أقول لأحد أصدقائي إني بسحب هيك السحابة طلع فيها ألحان وبحطهم. بدي لك إياه إنه أنا حقيقة كنت حضر، يعني حضر مجموعة، لأنه بالأخير نحن إذا بدنا نعتمد على قصد إنه أنا أستنى ليجي المسلسل لحتى يخلص لحتى أخذ وقتي الكافي إني أعمل له موسيقى بعد ما يخلص، ثق تماما إنه نحن وحدة من مشاكلنا الأساسية كموسيقيين عم بحكي هي الوقت. نحن ما عنا، عم أقول واحدة من مشاكلنا، أنا عنا عدة مشاكل، فواحدة من بيناتها هي الوقت. نحن بس خلاص وتصوير الشباب بيصير كل الوقت منوط إنه أيمتى بدنا نخلص الموسيقى، وبالتالي أنا عندي وقت مضغوط قليل جدا لحتى أقدر. إذا ما كنت محضر من قبل مستحيل إني أقدر لحق. هذا فيما مضى. أما الآن تنازل، ما بيخليك تتنازل شوي؟ تنازل عن الكواليتي. ها بالكم قصدك؟ إيه والله. هلأ عمليا نحن عم نحكي عن شيء ماضي إن شاء الله يرجع يتكرر، وما بتنازل بوعدك، لأنه هلأ تماما أنت بتعرف أنه دراما لم تعد كثافة وكما مثل ما كانت من قبل. طبعا نحن لما بنقول كان في 60 عمل أو أكثر يمكن ينتج كل عام، كل موسم باعتبارها موسم، كانت كان يطلع منا 10 أعمال مهمين. يعني إذا أنا تجاوزت أعمالي يمكن 120 عمل، اكيد في منهم 20 عمل العالم حبوهم حفظوهم نقدر نستذكر. ومع هذا شايف انه انت مالك نجم او انتوا انه نحن لسنا نجوم؟ ما في كل حدا بيشتغل ورا الكاميرا ما ممكن تقول عنه النجم، هو بده صناعه، بده يعني اسم مصطلح شوي فضفاض. عندك على الفيسبوك بصفحه المعجبين 160 ألف، ما يفوق ال 160 ألف، يعني قليله.
والله أي وحدة؟ يمكن مغشوشين فيني ولا لا حقيقة خلينا نحكي نكون صريحين، أهم مخرجين العالم اليوم ما حدا بيعرف كيف شكلهم، وهن مقدمين أعمال ومدارس. أما اليوم حتى على صعيد الدراما السورية لما نقول قامات كبيرة مثل الأستاذ هيثم حقي طبعا مدرسة في الإخراج، بس أكيد إذا بجيب أي ممثل عامل دور صغير معروف ومشهور ونجم أكثر من أي مخرج، باستثناء الأستاذ نجد أنزور اللي هو قدر يحقق المخرج النجم هاي المعادلة يعني. بس القصة بتشبه بالكثافة وبالحضور والنجومية شركات الإنتاج اللي بتعرف تسوق نفسها. في شركات إنتاج بتشتغل كتير حلو بس التسويق هو الأهم. يقال واعتبرني هلأ عم بنقول أنت من الأشخاص الشاطرين بتسويق أنفسهم، يعني هذا ممكن يكون الحكي مزبوط إذا كنا عم نحكي على عمل أو عملين، أما إذا عم تحكي على أكثر من 100-120 عمل يعني كل عملياً كل عمل هو ألبوم عملياً. أنت عم تحكي على مدى سنين عم أقدم شغل. أنا بظن إذا قدرت تسوق تماماً كل هالسنين وكل هالأعمال لازم كنت أعمل وليد بن طلال وأعمل شي شركة يعني. لا أنا مانك الوليد بن طلال الأكثر مرتاح. الأكثر إذا بدنا نحكي جواباً لنقدك إذا نعتبره نقد، إنه يمكن لا لما بيكون في جهد في تعب، وحقيقة أنا بقدر أقول لك أكثر أني أنا بعتمد على ناس كمان هن جديرين بالثقة، وأنا ما بشتغل مشروعي أنا كطاهر ماملي، وإنما مجموعة جهود دائماً بنحكي فيها ماني وان مان شو بالأخير. يعني أنت إذا بترجع لكل هالأعمال اللي عملناها طلع كل الأصوات اللي تقدمت من خلال هالأعمال كل صوت من بيناتهم هو قامة كبيرة في مجال الغناء. وبالتالي بدنا نرجع نقول للنقطة اللي حضرتك عم تذكرها إنه لا أنا بجوز بقدر كمان سخر الأصوات الصح، الموسيقيين صح، الكيب العمل، التيم العمل بمكاناتهم اللي حتى قدرنا نطلع نعمل حفلة. نحن ما غشينا العالم.